شنو هذا شنو هذا لا 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 ايش قاعد تسوي يا عمري انت ايش قاعد تسوي عنك عنك حبيبتي انت حامله تولدين علينا هني وعسى ما اي هاليوم اللي اشوفك فيه تشتغل وانا اطالعك يا بعد عمري اقول لك شغله اغنيه انت السعاده خلنا لك اياها عندي ترى يا روحي والله الا ما قلت لك اذا ولدي طلع ما يشابهك راح احمل مره ومرتين وثلاثه الا ايب ولا الطبق الاصل منك تكفى انها تبي سيره اليهال هو واحد ان شاء الله نتحمل لكن كوكا شهر راسي صدع الله يخليك عسى اني ما افقدك يا رب يا بعد عمري حبي انا اقول روح ارتاحي الحين ها ما بقى شيء ويعذن ماشي روح ارتاحي وانا اكمل باقي الكيكه ان شاء الله والامور كلها تمام وباكر العيد زين عيل اسمع لما اروح ارتاح تحط قفشتين شوكلت ايه تخلص تقعد ها ايه وقعد تخلط 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 لين ايه؟ يصير ماي مايو اوكي ماي مايو اي اي لازم لازم بس انا احطه بالفرن بس وناخذه روحي انت روحي احنا انا اوريك شلون حبيبي اصول الطباخ يلا ربالك يا عمري جاهز جاهز بري الله اكبر الله اكبر سعد سعد وينك؟ يا 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 عمري يا يا انشف يلا حاضر حاضر على امرك حاضر 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 اللي تامرين حاضر ولا كلمة استين الله حاضر تفضلي يا عمري تفضلي وبعدين تعال ليش ما حاط ملح بالشوربة ها؟ الله الحين 29 يوم الأكل عاجبك اللي باكر عيد الحين ما في ملح اي ما فيها ملح ناكلها كذي مسخة لا حياتي ما عليه انا صايم والقياس تلخبط عندي القياس انشب انشب حق اليهال يلا حاضر على امرك حاضر 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 الله يزيد النعمه حاضر حاضر حنين أمك فيها شيء مو طبيعي والله ما أدري با يمكن تعبانة من الصيام أو من فرارة المجمع ما أقول أمينة أمينة حبيبتي ترى هذا أنك أكلي أي كاب أكل بسم الله الرحمن حلوة شربة ها أكيد شغليتي تسلم ليالي قبل الله يماك منو منك حبيبتي اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت بسم الله اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت بسم الله يلا أبن إيه جنة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صمت وعلى رزقك أفطرت عشان تلبن عشان تتقوين عشان يعني تقوى يلا تبي صدر؟ حط لي ولا ريل؟ حاضر بسم الله بسم الله لحظة لحظة قاعد يرفس قاعد يرفس مقدر مقدر ما ديش طرفيني فجأة أنا أكتبك يا روحي أنت أنا أحط Thank you.